من سمع باستشهاد عبد الرحمن هو لا يصدق أبدا. والله أنا قاعد بالمقهى كنت مع زملائي، غسلت عيني زوجتي بتقولني يا أبو أحمد في شهيد في مسجد دوبول ومن نابلس، والله وتقولي نفس المواصفات، مواصفات التهمة، مواصفات الاعتقال 31/5/2022. فهذا هو اللي يعني أثار بالمعلومة والاستشهاد لشاب بمجده، وهو ثبت على أنه استشهاد عبد الرحمن وما قبله وليست معاناة مرضية ومعاناة نفسية، بل هي من خلال القمع والبتش والتنكيل. عبد الرحمن شاب أسطورة، مش عشانه ابني بحس، عبد الرحمن أسطورة، عبد الرحمن إنسان بطل وجدع محبوب مجتمع بين المجتمع، مجتمعياته وعلاقته مع الناس على إنه فعلا عبد الرحمن بصفاته برجولته بشهامته بغيرته للبلد. عبد الرحمن من سمع باستشهاد عبد الرحمن هو لا يصدق أبدا. وأنا أبوه وأمه زملائه وأحبابه مش مصدقين لحد الآن. عبد الرحمن تعرض لمشاكل داخل السجن وهو وزملائه المساجين، الضرب والقتل، حرمانهم من اللباس، عريانهم من اللباس، من الجوع والعطش، وعند رياحة النوم حتى لا يعطون رياحة نوم كانوا ينكلوا فيهم يعذبوا فيهم. عبد الرحمن يمن هاجموا الصهاينة إدارة السجن اللي تتباهى وهي ما زالت تتباهى كيف يعني تصوري تتباهى من هو البطل أن يقتل ذلك هذا السجين أو نكد فيه من خلال هذه العصابة. يعني زرته أنا من 5 شهور أخذ يعني زيارة كانت 5 شهور. نعم، وما بعد ما صار الحدث بغزة ما شفتوش بعديها، قعدت 5 شهور 4 شهور لا خبر ولا صوت، حتى هلو حتى نسمع صوته نعرف عنه وين بأي قسم بين لا محال. يعني وضع عبد الرحمن قبل ما يدخل السجن كان عادي يعني ما كان ماله إشي؟ لا 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 لا، بحالة جيدة صحية ممتازة، وأنا أعزي نفسي وأعزي عائلتي وزوجتي وأعزي أهل الشهداء وأعزي كل من له شهيد بفلسطين وخارج فلسطين، في الوطن العربي في الوطن الإسلامي، إني أعزي كل الشهداء كل أهالي الشهداء. والحمد لله رب العالمين اصطفى ربه وهو بعرس وهو عريس وهو ربنا سبحانه وتعالى، وما زل أكرر اصطفى شهيدا عنده الحمد لله.